احنا اليوم مازال ما عندناش النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مازال ما خرج العموم على الاقل. لكن اللي نجم نقولوه هو انه كي نرجعوا للنص الدستوري ونقارنوه بدستور 2014 نلقاو مثلا انه غاب فيه ما يعادل الفصل 60 من دستور 2014 اللي هو يدستر المعارضه. ونعرفوا اللي دسترت المعارضه اللي هي ظاهره مستحدثه نقاوها، يعني حتى بالنسبه للديمقراطيات الراسخه البعض منها عدل دساتيرها باش يحط مؤسسه المعارضه يحطها في الدستور. ونعرفوا انه ادراج المعارضه في الدستور هام برشا على خاطر يضمن لو ستاتي دوبوزون دو لوبوزيسيون، لكن مش هذا فقط. كيف ما في الفصل 60 نتاع دستور 2014 مش فقط يكرس وجود المعارضه كمعارضه، لكن يضمن لها جمله من الحقوق. نعرفوا مثلا انه ساعه اول حاجه يقر بدورها المحوري في عمل المجلس، انه يسندها رئاسه لجنه الماليه، انه يسندها كذلك يعني منصب نتاع مقرر في لجنة أخرى، أنه يعطيها الحق بشكل صريح في تكوين لجان تقصي بشأن تصرفات للحكومة يعني للأغلبية الحاكمة. هذا الكل كان موجود في الدستور وهذا غاب من الدستور الحالي. لغة بطبيعة هل يعني هذا أنه مش بتكون عندنا معارضة؟ ما نعتقدش. غياب النص في حد ذاته عندنا برشا دساتير نتاع ديمقراطية الراسخة ما فيهاش معارضة في الدساتير، لكن عندها معارضة لأنها أنظمة ديمقراطية. في قضية الرقابة، شنو دور الحكومة في دستور 2022؟ باش نشوفوا الرقابة شنو على ماذا تسلط، ماذا يراقب تحديداً البرلمان. الحكومة هي حكومة تنفيذ، هي التي تنفذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية في توجهات العامة إلى غير ذلك. البرلمان ماذا يراقب؟ يراقب الحكومة ولا يراقب رئيس الجمهورية. كيف نقول مثلا لا يراقب رئيس الجمهورية؟ نذكر شوية فقط بدستور 2014 أنه كان فيه فصل اللي يمكن البرلمان من أنه يوجه لائحة لي يعني إقالة رئيس الجمهورية. صحيح اللائحة هذه هو يكتفي بتقديمها، يلزم تكون معللة، والمحكمة الدستورية هي اللي تبت فيما إذا كان ما ينسب إلى رئيس الجمهورية وتحديدا خرق الجسيم للدستور قائم وإلا لا. لكن البرلمان هو اللي ينجم دونك ينجم ينحي الإجراء هذا، ينجم يقول إلى إقالة رئيس الجمهورية، هذا يتنحى من الدستور. شنو ينجم يعمل البرلمان الى جانب الاسئله الشفهيه والكتابيه؟ شنو تنجم تشمل الاسئله الشفهيه والكتابيه؟ على شنو سوكوا الفون بورتي؟ الفون بورتي سور ليكزيكوسيون، يعني فين وصلت انت في التوجيهات نتاع رئيس الجمهوريه، في الخيارات نتاع رئيس الجمهوريه، في سياده رئيس الجمهوريه، فين وصلت؟ شنو اللي عملت؟ داكوغ. حتى على مستوى لائحه اللوم اللي هي اقصى اليات الرقابه والضغط اللي ينجم يمارسها البرلمان على الحكومة، يعني لائحة لوم هذه ماهيش سحب الثقة من الحكومة بسبب خياراتها السياسية، هي لا تختار سياسات، ما عندهاش سلطة الخيار، ما عندهاش سلطة القرار. هي كي نجيو نشوفوا في قراءة أولى للطريقة اللي كرسها بها الدستور، تولي كأنها البرلمان يساعد رئيس الجمهورية في مراقبة الحكومة في تنفيذها لسيادة رئيس الجمهورية. الحاجة الأولى اللي نجم نقولوها هي في علاقة باختصاصات الغرفة الثانية. اختصاص الغرفة الثانية من حيث لا فاكولتي دو فير الى لا فاكولتي دامبيشي. نرجع دائما لمونتيسكيو اللي يميز بين ملكات الاقرار وملكات الرقب، ملكات الاقرار وملكات الردع. لا فاكولتي دو ستاتوي الى لا فاكولتي دامبيشي. لا فاكولتي دو ستاتوي بالنسبه للغرفه الثانيه هي تصادق على مشروع الميزانيه الى جانب مجلس نواب الشعب، وتصادق على مخططات التنميه. في لا فاكولتي دامبيشي يعني سلطه الرقابه ولا الردع، هي تشارك مجلس نواب الشعب في توجيه لائحة اللوم وفي المصادقة عليها ضد الحكومة.
هذايا بالنسبه لاختصاصات الغرفه الثانيه اللي هي باشتراك مع الغرفه الاولى. الان كيفاش باش يتم التنسيق بين الغرفتين، خاطر يلزم تنسيق بين الغرفتين في اداء المهام هذه، هذا مازال ما نعرفوش. مازال ما نعرفوش علاش؟ على خاطر لازمنا نترقبوا قانون اللي هو ينظم العلاقه بين المجلسين، مع العلم انه احنا كانت عندنا تجربه سابقه في برلمان ذو غرفتين اللي هو تعرفوا دستور 59 بعد تنقيح في 2002 احدث غرفه ثانيه، لكن احدث غرفه ثانيه في الدستور نفسه اقر الاليات نتاع التعامل بينهما واليات البت في الخلافات بينهما. اي زوز غرف هذوما باش نضرو في مشروع الميزانيه ما مش متفقين، واحد ناوي يصوت نسبة او مش ناوي يصوت، صوت يعني وقع التصويت على دابغ على شكون تتعرض الاولاني، النص اللي هما مشتركين فيه على شكون يتعرض الاولاني، واذا كان فما خلاف بينهم كيفاش يتم الحسم في الخلاف هذا. نعرفوا احنا في التجربه السابقه فما يقع احداث لجنه مشتركه فيها ممثلين عن الغرفتين يتداولوا فيما بينهم للوصول الى ارضيه مشتركه فيما يتعلق بما هو موضوع الخلاف فيما بينهم. واذا كان استمر الخلاف الدستور القديم يقول انه الكلمه الفصل تكون بيد ما كان يسمى بمجلس النواب. اليوم هذا الكل احنا ما عندناش، وكان صحيح فما مسائل اللي نجموا نحيلوها للقانون، دونك القانون يكون امتداد للدستور ويجيب بالتفاصيل فيما يتعلق به، لكن فما مسائل مبدئيه كان من المستحسن ان الدستور نفسه هو اللي نص عليها، خاصه في مساله دقيقه كيف من هذه اللي هي العلاقه بين غرفتين اذا كان فما خلاف بينهما. ونجم نتصوروا أن مش تكون فما خلافات بينهما، مازمش ننساو من حيث تركيبة مجلس الوطني للجهات والأقاليم لا المرجعية ولا المصالح نفسها مقارنة بمجلس نواب الشعب. بالنسبة للمشروعية فما مشكل كبير، والمشكل هذايا بتبيع معناها ممكن نعيشوه بحسب طبيعه النصوص اللي باش يقع اتخاذها، بحسب القوانين باش تخرج. تنجم تخرج قوانين اللي هي ممكن ما عندهاش وقع مباشر على حياه التوانسه، كيما القوانين كيما برشا قوانين تحطت وتعدات ودخلت حيز تنفيذ حتى حد ما حكى عليها، لكن تنجم تكون فما قوانين اللي هي عندها تبعات مباشره على وضعية الناس أو على وضعية قطاعات على الحقوق والحريات. شنو باش يكون يعني رد فعل المجتمع حيال النصوص هذه من مجلس اللي يقول لك المجتمع هذه في الواقع ما يمثل إلا أقل من الأقلية بالنسبة للمجموعة الوطنية، وبالتالي مشروعية متاعه يعني محدودة. Thank you.